بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حر رطب نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفي النهاردة كمان ارتفاع في نسب الرطوبة على مدار اليوم ونشاط للرياح في بعض المناطق بالليل، وده اللي هيساعد على تلطيف الأجواء شوية مع وجود نشاط للرياح على شواطئ العلمين واسكندرية وبلطيم ودمياط. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك، وطمنينا عن حالة الطقس، خصوصا ان الايام اللي فاتت كان في يعني لطف شوية في درجات الحرارة. والحمد لله احنا مكملين في التحسن في الاحوال الجوية، ودرجات حرارة اقل من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام. يمكن متوسط درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى المتوقع هتكون 34 درجة مئوية في الظل، طبعا نتيجة ان احنا بنتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، بالاضافة كمان مصادر الكتل الهوائية معظمها كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، كتل هوائية شمالية معتدلة ومنخفضة لدرجات حرارتها بالشكل الكبير. ففي تحسن في الأحوال الجوية مستمر معنا على معظم محافظات الجمهورية. الطقس فترة النهار هو طقس حر رطب على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وسواحلنا الشمالية. يبقى شديد الحرارة على المناطق الجنوبية شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء ده فترات النهار. بس في بعض الظواهر الجوية اللي احنا ملاحظينها انه في لسه معانا رطوبة وفي رياح، وكمان في نشاط كمان للرياح، وممكن يكون في أتربة ولا ما فيش؟ هو طبعا خلينا نقول الرطوبة، هو طبعا الكتل الهوائية معظمها قادمة من على البحر المتوسط فيها نسب رطوبة، ونسب الرطوبة دي هتخلينا نحس قيم درجات الحرارة أعلى من 34، يعني إحساسنا بيها هيكون 36 درجة مئوية. لكن في عوامل ثانية بتقلل إحساسنا بنسب الرطوبة، ده وجود نشاط للرياح. نشاط الرياح هيكون هنا في معظم محافظات الجمهورية، وخاصة هنحس بيه فترات المساء وساعات الليل، هيقلل إحساسنا بنسب الرطوبة، فبالتالي هيساعد إن احنا نحس بالتحسن في الأحوال الجوية وانخفاض درجات الحرارة ونسمات الهواء اللطيفة في فترات الليل وساعات المساء. كمان المنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا بيوزع الرطوبة في عمود الهواء، فكل ما بيحبسهاش في طبقة قريبة من سطح الأرض فبيساعد إن احنا نحسها نسب رطوبة أقل، لكن هي موجودة معانا. بالنسبة كمان اضطراب الملاحة البحرية، يمكن احنا لسه مستمر معانا اضطراب الملاحة البحرية على الخليج، رياح ما بين 50 ل 60 كيلو متر على الساعة، فبالتالي ده بيؤدي ارتفاع ب2.5 متر. ايضا ارتفاع الامواج على شواطئ البحر المتوسط وخاصه عند العلمين والاسكندريه بلطيم دمياط بورسعيد مكمل معانا اليوم كمان، وارتفاع الامواج ما بين 2 إلى 2.5 متر، فده يعتبر هيشكل خطوره على الساده المشتاقين على الشاطئ. فمهم جدا ناخد حذرنا، بلاش التعمق داخل البحر المتوسط، دايما نكون في منطقه قريبه من الشط، لازم ناخد الحذر بشكل كبير لان ارتفاع الامواج ده غير مناسب لأعمال التنزه في شواطئ البحر المتوسط. طب أعمال الملاحة البحرية ممكن مناسبة ليها ولا برضو فيها تشكل خطورة؟ أعمال الملاحة البحرية على البحر المتوسط ما فيهاش أي مشكلة، لا نقدر نمارسوا أعمالهم بشكل عادي جدا، لكن في خليج السويس وطبعا ده هيأثر على أعمال الملاحة البحرية، لأن خليج السويس زي ما قلنا ارتفاع الأمواج فيه بيوصل ل 3 متر. بالنسبه كمان للاتربه والرمال المثاره، الحمد لله ما فيش اليوم اي اتربه ورمال مثاره هتاثر في اي منطقه من مناطق الجمهوريه، معظم الكتل الهوائيه شماليه قادمه من على البحر المتوسط ما فيش اي اتربه واي رمال مثاره، هي الاحوال الجويه متاثره بشكل كبير، فقط ناخد بالنا من يعني الاضطراب الملاحه البحريه في خليج السويس والامواج الموجوده. نشكرك في النهايه دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه، شكرا جزيلا. ونتابع دلوقتي مشاهدينا درجات الحراره المتوقعه النهارده، ونبداها القاهرة العظمى فيها 34 والصغرى 25، العاصمة الإدارية 34 25، اسكندرية 30 23، العلمين الجديدة 31 23، مطروح 30 22، ودمياط 31 24، بورسعيد 31 24، الإسماعيلية 35 23. السويس العظمى فيها 35 والصغرى 24، العريش 31 23، كاترين 35 17، وطابة 36 25، حلايب 35 29، شلاتين 38 28، شرم الشيخ 39 29، الغردقة 39 28.
الفيوم العظمى فيها 36 والصغرى 24، بني سويف 36 24، الوادي الجديد 40 27، أسيوط 37 23، سوهاج 37 25، قنا 40 26، الأقصر 41 27، وأخيرا أسوان العظمى فيها 41 والصغرى 29. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. ومرة تانية بنروح لمنى ومصطفى نكمل معهم باقي فقراتنا. شكرا لك يا لبن. شكرا لك.